السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منى الأحمري من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. في هذه المحاضرة سنتحدث بإذن الله عن قسم خدمات التعقيم المركزي الـ CSSD. Element F1 الـ Sub-Element 43 الـ Activities for Auditing Documentation والـ Staff Interview والobservation والpersonal file والscore 0 or 1 or 2 or not applicable sub element F1.1 ينص على أنه يكون هناك written policy and procedure خاصة بال including transportation cleaning, decontamination, sterilization والstorage and recall of the sterile item ويتم ذلك من خلال الدوكيومنتيشن والObservation review and policy and procedure CSSD which should be comprehensive it covers all aspects of infection control regarding CSSD including transportation of contaminated item cleaning decontamination sterilization storage or recall of the sterile item. Policy and procedure for infectious waste management should be fully applicable تكون مطبقة بالكامل. All elements of the policy can be applied and comply with the hospital's scope of services based on scientific reference approved reference national regulation of medical waste in addition to the other supplementary reference مثل MOH و CDC و GCC و and EPIC. وتكون signed from authorized personnel مثل the owner of the policy والـ hospital director or medical director and concern department. وتكون أيضًا approved by infection prevention and control committee و valid تكون محدثة ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات and when indicated. Observe: policies and procedures are easily accessible to the staff whenever needed. والستورج از ان ادكويت سبيس لازم تكون مساحه منطقه تخزين كافيه نو سنجل يوز ايتم از ري بروسيسنج والا يتم اعاده معالجه الادوات ذات الاستخدام الواحد سب اليمنت اف 1.2 السي اس اس دي هيلث كير وركر لازم يكونون كواليفايد من خلال السيرتيفيكيشن ومدربين ومصنفين والد سعودي كوميشن فور هيلث سبيشاليتيز كفني تعقيم مركزي ويكون ذلك عن طريق البرسونال فايل والاستاف انترفيو ريفيو ذا فولوينج دوكيومنت إن بيرسونال فايل سي في سيرتيفيكيتس اند ترينينج ايفيدنس ذا بيرسونال فايل اوف ذا سي اس اس دي هيلث كير وركر تو تشيك فور اكيوكيشنال باك جراوند سي اس اس دي ايضا السي اس اس دي لازم يكون عندهم السيرتيفيكيتس تريند على جميع بروتوكولات مكافحه العدوى والوقايه منها بما فيها اسبتيك تكنيك دورينج Biohazard ترانسبورتيشن ايضا الـ والـ والانسبكشن والباكجينج والـ Sterilization اند ستورج وايضا حضورهم للتريننج Activities سواء كانت لوكال اور ناشونال انترناشونال كونفرنسز اور وركشوب ايضا اللي هي دورات والندوات وما إلى ذلك الانترفيو يكون لتقييم الهيلث كير وركر في اس cssd من ناحية knowledge and skills about central sterilization service يجب أن يكون الهيلث كير وركر في اس cssd على دراية بمعايير مكافحة العدوى والوقاية منها المحدثة واتباعها during all stage of sterile processing sub-element F1.3 المستشفيات اللي تكون عندها البيد كاباسيتي اكثر من 100 سرير تحتاج الى موظف واحد من السي اس دي لكل 50 سرير بالاضافه الى موظف واحد من السي اس دي لكل متوسط 100 عمليه جراحيه يتم اجراءها شهريا وايضا ذا مينيمم ريكوايرد نمبرز خمسه موظفين من السي اس دي على الاقل ويتم ذلك من خلال الدوكيومنتيشن والابزرفيشن Review the following documents اللي هي Central Sterilization Services Department Organizational Chart with document stating bed capacity of hospital بما فيها ال emergency beds with dialysis bed and chairs with dental chairs with day cases and other number of surgery per month أيضا المستشفى بسعة سريرية 150 سرير مع 80 عملية جراحية شهريا الحد الأدنى للعدد المطلوب هو خمسة من موظفي اس CSSD على الأقل مستشفى بسعة 600 سرير مع 800 عملية جراحية شهريا يحتاج إلى 20 موظف في السي اس ومستشفى بسعة 1000 سرير مع 2500 عملية جراحية شهريا بحاجة إلى 45 موظف في السي اس اس دي CSD healthcare worker about work distribution and responsibilities in the infection prevention and control department. أيضا نسأل healthcare worker في CSSD about duration of rotation in each assigned unit and daily activities مثل استلام الأدوات الملوثة والتنظيف اليدوي ل reusable medical device. sub element F1.4 المستشفيات اللي تكون البد كبستي فيها مئة سرير أو أقل تحتاج إلى موظف واحد في الـ CSSD لكل عشرين سرير بالإضافة إلى موظف واحد في الـ CSSD لمتوسط كل مئة عملية جراحية يتم إجراءها شهريا أيضا The Minimum Required Number هو ثلاث موظفين في الـ CSSD على الأقل ويتم ملاحظة ذلك من خلال الـ Documentation Review the following documents. Central Sterilization Services Department Organizational Chart. Document stating bed capacity of hospital including emergency beds, dialysis beds and chairs, dental chairs, day cases and other numbers of surgeries per month. مستشفى بسعة 50 سرير مع 20 عملية جراحية شهريا minimum required number is 3 CSSD staff at least. أيضا مستشفى بسعة 100 سرير مع 80 عملية جراحية شهريا بحاجة إلى خمسة موظفين في الـ CSSD Staff Interview نسأل الموظفين حول في قسم التعقيم المركزي حول توزيع العمل والمسؤوليات في الـ IBC Department وأيضا سؤالهم عن اللي هو مدة التناوب في كل وحدة مخصصة والأكتيفيتي اليومية مثل اللي الأدوات الملوثة والتنظيف اليدوي للأدوات الطبية القابلة لإعادة الاستخدام. Sub element F1.5 يجب تقسيم الـ CSSD إلى 3 areas with complete physical separation between these area. أول منطقة هي Receiving and Decontamination Area منطقة الثانية Inspection Assembly Packaging and Sterilization Area المنطقة الثالثة (sterile storage and dispatching area) تم ملاحظة ذلك من خلال observation. sub-element F1.6 all surgical instruments processed in unidirectional workflow from dirty to clean area. خلال معالجة الأدوات الجراحية لازم يكون سير العمل أحادي الاتجاه من المنطقة المتسخة إلى المنطقة النظيفة. ويتم ذلك من خلال observation. Observe different zones of the CSSD and the flow of work. يجب أن يكون سير العمل في اتجاه واحد من المناطق المتسخة إلى المناطق النظيفة to avoid risk of cross-contamination لتجنب خطر التلوث المتبادل. أيضاً، dirty the area should be physically separated from clean area. Complete physical separation is required. functional separation pattern, and activity or structure that separates one movement, action or space from another. Sub element F1.7 منطقة إزالة التلوث تكون under negative pressure مع عشر تغييرات للهواء في الساعة الواحدة ودرجة الحرارة تكون ما بين 16 إلى 18 سيلسيوس أما الرطوبة النسبية تكون من 30 إلى 60 بالمئة sub element F1.8 منطقة الانسبكشن assembly packaging تكون under positive pressure مع عشر تغييرات للهواء في الساعة at least ودرجة الحرارة تكون بمعدل من 20 إلى 23 سيلسيوس and relative humidity تكون من 30 إلى 60 بالمئة ويتم ملاحظة ذلك عن طريق documentation observation والstaff interview sub-element F1.9 sterile storage تكون under positive pressure with 4 air change per hour at least والتمبرتشر temperature تكون من 20 إلى 23 Celsius and relative humidity تكون من 30 إلى 60 بالمئة. طبعاً بالنسبة للـ sub elements السابق uh, we review the following documents طبعاً لازم يكون فيه review للـ documents المطلوبة عندنا الـ local records for regular monitoring يكون daily of pressure difference, temperature and relative humidity air exchange per hour اللي يرمز لها بالـ ACH with corrective intervention if uh, readings are not matching the acceptable values طبعا عندنا review all documents that prove the air exchange of CSSD is يعني إنه لازم يكون 10 air exchange per uh, hour وكمان change per hour uh, monitored at least monthly لازم يتشيك عليه uh, شهريا uh, اللي هو ال air exchange نفسه uh, وكمان required documents must be available in the concern unit لازم اليون الدوكيومنتس هذه المطلوبه تكون موجوده في اليونيت او في قسم السي اس اس دي بالنسبة لي الobservation each area is equipped with a fixed device for regular monitoring of pressure, temperature and relative humidity أكيد آه راح يكون في عندنا مونيتور أحيانا يعلق في يعني بغالب الوقت يعلق في الجدار ويقيس عندي اللي هي environmental parameters المطلوبة

Received the dried soil instrument are uh, reported by CSSD healthcare workers to the intended department طبعاً يتم هذا عن طريق ال observation و ال staff interview نجي uh, لل sub-element F1.11 Contaminated instrument securely contained in A rigid container and transported inside a closed cart or locked transportation box delivered on TROLLY with biohazard tag sign. طبعاً لازم تكون الأدوات الملوثة تكون في secure container و-ويكون فيه label يوضح إنه هذي biohazard ويتم عن طريق ال observation وال staff interview. sub element F1.12 transportation cart and transportation box used for contaminated instrument must be detected for its use unless disinfected manually or mechanically in CST to transport sterile items or instrument طبعا لازم يكون في بوكسات او اللي هي خاصة بالنقل تكون مخصصة للادوات الملوثة إلا إذا كان يتم بينها بين عمليتين النقل اللي هي عملية التطهير سواء كانت مانيولي أو عن طريق الكارت واشر ويتم عن ذلك أو ملاحظة ذلك عن طريق الأوبزرفيشن والستاف انترفيو طبعا بالنسبة للإلمنت ال السابق <تصنع> the end user is responsible immediately pre-treatment by removing gross soil and debris Uh, by wiping instrument with wiping uh, sterile surgical sponge moisturized with sterile water with towel or spraying with transform gel in operation set to reduce the risk of dried gross soil including tissue body fat blood and other substance طبعا لازم عملية البري كلينينج تطبق uh, ليش أنها تطبق uh, حتى نمنع اللي هو جفاف الاني دبريس أو أو على السطح الأدوات نفسها طيب هذه بالنسبة للنقطة الأولى للأبزرفيشن النقطة الثانية عندنا transportation cart should be equipped with a secure lid to prevent spread of infection instrument from falling over uh, طبعا تكون secure تكون مغلقة بالطريقة الصحيحة ال should be leak proof to prevent accidental spillage of contaminated fluid طبعاً تكون زي ما قلنا uh, leak proof وأيضاً وآ, ال cards used for transport of contaminated instruments are clearly identified from those used for sterile items طبعاً لازم يكون في تفرقة بين ال cards المستخدمة لعملية النقل الملوث وعملية النقل المعلق أو, الـ أو الـ نقدر نقول المعقم. عن طريق اللي هو الـ (Identification) أو الـ label المخصص لها. طبعا في الـ staff interview ممكن نسأل على preparation of dirty equipment and sending them to CSSD collecting uh, collection uh, in closed sealed and puncture resistant container spraying of pre-cleaning spray or any other uh, service-based gel with corrosions inhibits if tra uh, transportation is not expected with uh, within two hours. كمان ask when Uh, and how use equipment as transported to CSSD أكيد كل النقاط هذه تبعت البريك نيرينج ممكن uh, نسأل عنها الستف sub element F1.13 the manufacturer and structure for use اللي يسمى بال-IF of complex instruments are available in hard soft copies for uh, proper disassembling للأدوات نفسها وكمان cleaning و assembling and uh, sterility option in decontamination area وتتم هذه عن طريق أو هذا الإلمنت ملاحظته عن طريق documentation و observation بالنسبة للـ السابق، Review the following documents ممكن نعمل Review لـ اللي هي الـ IFUs أو الـ Manufacturing Structure، أو نقدر نسميه بالدليل الإرشادي اللي يجي مع الأداة نفسها وطريقة الاستعمال. كمان بالObservation ممكن نشوف if Documentation Process used for each device in <hesitation> with its IFUs، طبعا الـ 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 Processing كاملة. التي تتم للأداة هل هي مطابقة للـ IFUs الـ للـ للأداة نفسها؟ و كمان الـ Complex instrument مثل الـ Air Powered Endoscopy Equipment are prepared according to written IFUs. وأيضاً تكنيشن آه، أو الستاف CSSD ستاف should be aware of the sterilizer أو عملية Sterilization لالأدوات آه، وكمان لل loading consideration اللي هي عملية وضع الأدا أدوات على الراك قبل عملية التعقيم. sub element F 114 مانوال manual cleaning is mandatory it is performed before loading in the washer disinfector, ultrasonic cleaner or manual disinfection. Brushes in a different size shapes for cleaning soil instrument are available. طبعا لازم عندنا يطبق المانوال كلينينج قبل كل شيء ويكون عندنا الادوات اللي تساعدنا في عمليه تطبيق المانوال كلينينج ويتم ذلك او يتم ملاحظه ذلك عن طريق الاوبزرفيشن والستاف انترفيو. طبعاً الـ observation للنقطة هذه تتم عن طريق الـ manual cleaning must be done before any mechanical cleaning to remove all visible soil from effective disinfection and sterilization. the complex instrument needing manual cleaning based on the uh, IFUs uh, أكيد الـ الأدوات اللي هي تكون complex أو تكون معقدة مثل الـ drill <hesitation> وغيرها من الأدوات اللي تكون حساسة لازم نرجع للـ IFUs. Availability of brushes in different size and shapes for cleaning soil instrument أيضا لازم تكون متوفرة. طبعا بالنسبة للـ staff interview أو السؤال اللي ممكن يسأل إنه when to perform manual cleaning متى آآ نطبق آآ اللي هي عملية ال كلينينج؟ لل>manual cleaning طبعا immediately once the instrument are received in the decontamination area. sub-element f 1.15 manual cleaning sink uh, minimum two deep sinks are available لازم يكون في عندي two deep sink واحد لل>manual cleaning واحد للرinsing uh, the solution measurement tool is available cleaning detergent and cleaning efficiency test must be MOH approved products Uh, decontamination sink are cleaned frequently as needed و not allowed to observe uh, any blood dirty object or scale <applause> طبعا يتم هذه عن طريق اللي هو ال observation و staff interview What we should observe: We have at least two deep sinks are available with measured indicator, which uh, will uh, guide for maximum water level to be achieved. And all cleaning detergent are approved and diluted as per the detergent's manufacturer's solution. Of detergent should be changed whenever visibly soiled. من uh, الكوشن اللي ممكن تسأل إنه about different type of cleaning detergents when decontamination sink should be uh, cleaned uh, طبعا uh, لازم بشكل مستمر و frequently it should be cleaned uh, or uh, if the water are visibly soiled. Sub-element F1.16 Automated washer disinfector function probably with uh, strainers and chamber are free of soil. طبعا لازم يتشيك على اللي هي strainers وتشيك على الشامبر انه نظيف. Uh, loading and unloading procedure of the washer disinfector are performed properly in decontamination area. Uh, طبعا ويتم ملاحظة هذا السبب elements عن طريق observation و staff interview. نقطة ال observation if the strainer and chamber are free of soil آآ uh, وبالنسبة لل ask, uh, ممكن نسأل about the different type of cleaning detergent when the strainer automated washer disinfector should be removed and cleaned. طبعا يكون daily. sub element F1.17 high-level disinfectant item must be passed through the hatch window to the IAP area اللي هي Inspection Assembly و Packaging area backflow only allowed in case of soil after cleaning or moist after sterilizing through the secured hatch window entry, or basket for reprocessing وطبعاً تتم ملاحظة هذا الاليمنت عن طريق observation و the staff interview الobservation uh, ممكن uh, نلاحظ اللي هو high level disinfected items are passed through the hatch window to the IAP area. if there's a lighted magnifying glasses available at workstation to assist the detailed inspection, uh, magnifying glass is used uh, to verify the level of cleanliness uh, of all items processed in the decontamination area. Uh, ممكن نعمل staff interview asking about What do you do when items are soil after cleaning or moist after sterilizing? Sub element F1.18 In IAP area, drying process. Uh, our drying procedure are performed by using the appropriate drying tools such as dry cabinet or lint free wipes prohibit to use lint towels طبعا المسموح استخدامها هي اللي عندنا dry cabinet uh, according to the IFUs اكيد وعندنا lint free wipes اللي هي الوايبس الغير وبريه uh, ويمنع يمنع استخدام اللي هو lint towel ونلاحظ هذه الأشياء عن طريق الـ Observation والـ Staff Interview element F1.19 chemical indicator class 6 or 5 must present inside the package وطبعا uh, تتم عن طريق ال observation و ال staff interview if every bag has a computable Uh, external chemical indicator and compatible internal chemical indicator ال external chemical indicator عندنا اللي هو uh, بالنسبة للبلباوتش اللي هي تغير اللون في البلباوتش الخارجي بالنسبة للرابنج اللي هو تغير نفس لون التيب وبالنسبة للجد كونتينر يكون عندنا uh, designed blue look uh, يتم يعني uh, تغيير اللون في حال عملية التعقيم visible to that person opening the bag طبعاً لازم يكون الشخص اللي يفتح الباك ملاحظ أو تغير اللون وكمان بالنسبة لـ stuff interview ممكن نسأل كذا سؤال مثل what class are used in chemical indicators what class are preferable in chemical indicator type 6 indicator is preferable because the chemical indicator change only at specific parameters of the cycle Sub-element F1.90 All pouch-wrapped package uh, sets are labeled before sterilization, including sterilization date, sterilizer number, cycle load number, department, unit name, item description, and initial. وطبعاً يتم ملاحظة هذه النقاط عن طريق الـ observation و الـ staff interview. observation, we observe different pouches if are uh, labeled with all information. Uh, in the of interview, we can ask what is the information that is needed in labeled. Sub-element F1.21: IAP area loading and unloading of the surgical instrument into and out of the sterilizer rack is performed uh, accurately. طبعا تتم عن طريق الاوبزرفيشن والستاف انترفيو سب اليمنت اف 1.22 ستيرال ستورج شيلف ار فري فروم دست اند اواي فروم ذا سبرينكلز اند اير فينتس ذا لايتر ايتم اون ذا توب شيلفز اند ذا هيفير ايتم اون ذا بوتوم شيلفز نوت الاو يوز ذا تيب انديكيتور اون ذا ريجيد كونتينر لانه ممكن يسبب لي تجمع للبكتيريا لي حوالين التيب تتم هذه النقاط أو ملاحظتها عن طريق الـ observation و الـ staff Interview. Observe the sterile storage Shelves are free from dust, away from the sprinkles and air vents Lighter item on the top shelves, heavier item on the bottom shelves Sub-element F1.23 Storage shelves are clearly labeled with approved label material placed 45 cm from the ceiling 20 to 25 cm from the floor and at least 5 cm away from wall. عن طريق كمان ال observation و ال staff interview. sub element F1.24 hand washing station is mandatory in the decontamination area and hand wrap dispenser are available in all CSSD area و ملاحظتها عن طريق ال observation. observe the following in the cssd ensure hand washing sinks uh, are in good working condition with a portion of hot and cold water uh, paper towel open the tape and confirm if uh, water supply is intact and observe number of alcohol-based hand rub uh, dispenser that are installed in adequate number in each location Working area for CSST staff in order to uh, practice hand hygiene. Uh, طبعا في عندنا هنا notes there should be a detected hand hygiene facility within the working area. Uh, طبعا تكون uh, داخل ال working area لازم يكون في عندي station hand hygiene وكمان uh, dispenser. since used for uh, any other work purpose. الـ decontamination sinks are not uh, uh, counted as a hand washing facility for uh, dietary service staff. طبعاً لازم أن تكون الـ اللي موجودة داخل القسم خاصة في ال CSSD staff and works inside the CSSD only Sub-element F1.25 All CSSD healthcare workers are Will train on hand hygiene and proper use of PPEs waiting uh, observation way and stuff interview. Sub element F one point twenty six clean area dress code are surgical scrub, hair covering, detected shoes and for dirty area full PPEs. What uh, observation way el stuff interview? Sub element F one point twenty seven Visitor dress code in the clean area are yellow gown, head cover, detected shoes and uh, for dirty area full PPE طبعاً uh, يكون فيها ال observation وال staff interview. Observe the CSSD healthcare workers hand washing and hand rubbing الـ time يكون من 20 لـ 30 second. في الـ hand wrapping الـ hand washing من 40 لـ 60 second. ااا technique following all uh, steps. Uh, and with fraction, appropriate use of PPEs in clean area surgical scrub, hair covering, detected shoes. Full PPEs should be worn in decontamination area, in the inspection, assembly, and packaging area, and cellar storage. Head cover and clean scrub suit are required. Visitor dress, yellow gown, head cover, and detected shoes. This is the CSSD healthcare workers about hand hygiene, hand washing, and hand rubbing, the time, the technique, the moment of hand hygiene. The protective cloth, هي PPEs, the type, the indication, technique, the sequence of donning and doffing the Sub element F 128 point Staff changing room are available. Clean arrange for CSSD staff to change before going inside the working area.

element f1.29 emergency eye wash safety station or emergency eye wash bottle is available functioned and tested at least weekly in the contamination area طبعا يتم ملاحظة آه هذا الـ element عن طريقة documentation and observation و الـ staff interview Review the following documents. Review the functionality checklist and ver ver verify if there is a regular check with appropriate uh, documentation to ensure uh, functionality of the eyewash facility to be used in case of accidental exposures. An observation uh, that decontamination area for easy accessible eyewash station to be used in emergency in case of accidental exposure to chemical exposure and blood or blood products ask the cssd staff about what are the first aid measure in case of exposure to chemical exposure inside that decontamination area ask any cssd person to uh, demonstrate how to use eye wash facility to check if it's functioning sub element f1.30 Housekeeping staff use appropriate PPEs during their routine cleaning activities. Cleaning equipment are separate and detected for each area, mop and a basket. Housekeeping equipment is keep clean and dry after use. طبعاً نتم عن طريق observation we el staff interview. Observe if housekeeping staff are complain with ppe's use observe the cleaning carts and how they are used uh, the equipment in each area to ensure if appropriate cleaning was done wipe a surface that you uh, subject uh, is not clean or surface hard to reach type of ppe's used during cleaning process and housekeeping equipment, including mop basket, is kept clean and dry after use. Ask the housekeeping staff about determining the donning and doffing of PPEs, even if they use a detected cleaning uh, equipment for each area. Sub element F1.31. high touch service are disinfected more frequently uh, اللي هي the ال work tables, the container top, the light switch, the door knob, the rack handle وأي شيء يكون في عندنا high touch service uh, يتم ذلك عن طريق ال observation و وstaff interview. observe the process of disinfection. The schedule for cleaning and disinfection activities. Schedule must include the frequency, the use disinfectant and the responsible staff. Rule must be specified with the clear instruction. Ask the housekeeping staff about the staff must explain the cleaning and disinfection process, housekeeping about uh, his responsibility in the cleaning process and frequency of cleaning. sub element F1.32 Sharp object like single use instrument or disposable needle delivered by mistake to CSST should be reported and disposed into the sharp container. وهذه نتم آه ملاحظتها عن طريق ال observation وال stuff interview. آه طبعا في نقطة ال عندنا هنا آه نشيك على الـ availability of sharp container.

capacity level are they going to remove the waste bag from the specified uh, receptacles uh, container طبعا uh, it should be uh, collected when filled uh, to uh, uh, يعني تكون ثلاث أرباعها ممتلية يجب أن يتم تغييرها sub element F1.33 hazard waste like biological indicator veil should be disposed in two yellow biohazard bag. طبعا تتم هذه عن طريق observation observation وال staff interview. بالنسبة للobservation observation uh, we can observe the hazard yellow container are available should be available. All used personal protective equipment should be discarded based on medical waste national regulation. الـ Biological empty plastic cassette should be disposed inside yellow biohazard bag. الـ medical waste bag should not uh, reach overfilled زي ما ذكرنا سابقا. Uh, بالنسبة للـ الـ ال interview we can ask about which level capacity are they going to remove the waste bag from a specified uh, container. sub-element F1.

sterilization loading logbook for each sterilizer including information of sterilization data uh, with date uh, with sterilizer number cycle load number with department num uh, name either item description item quantity technician initial are documented and kept for one year documentation we list staff interview sub-element f one36 Baudic test for steam sterilizer must be performed on a daily basis after maintenance. Record archived for one year. We the matter documentation with a staff interview. Sub element F1.37 Biological Indicator Test File is available. Biological test for steam sterilizer must be performed minimally weekly, preferable daily with the implant load and after maintenance. biological test result for plasma sterilizer is performed daily and after maintenance all records are kept for one year طبعا نستعين بالدوكيومنتيشن وستف انترفيو لهذا الموضوع sub element f1.38 sterilizer physical parameters print out records hard and soft copy must be kept for one year these parameters are leak test cycle Temperature، Pressure، Sterilization، Duration. Uh, وكمان uh, إنه uh, نتحقق من هذا الاندمنت عن طريق Documentation و الـ Staff Interview. Sub-Element F1.39 Receiving and dispatching logbook are available and must include sender اي receiver ID، Department's name, sets and package names, Date, Time and Quantity. وكمان نحا نتحقق من هذا الـ عن طريق الـ Documentation و الـ Staff Interview. sub-element F1.40 CSSD environmental monitoring file are available, temperature humidity pressure value must be recorded daily and decontamination is kept for one year. طبعا نتحقق من هذا الـ عن طريق الـ Documentation و الـ Staff Interview. element f1.41 plan of prevent maintenance ppm file must be available اللي هو حق صيانه الاجهزه ويكون في documentation ويكون في staff interview sub element f1.42 machine operation file are available all machines checked daily out of service machines have posted sign documentation و staff interview Sub element F1.43. Material safety data sheet of all chemicals used in the department must be available and updated. Documentation and staff interview.